بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. ومن المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمق محنة الشعب اللبناني. لا شك أن لبنان متجه نحو الدولرة الشاملة، فهل الأزمة الحالية ستعزز مستويات الدولرة المرتفعة حتى بعد تحقيق التعافي؟ يعني بالحقيقة نحن بنعرف أن البلد قبل الأزمة كان تقريبا شبه مدولر، يعني إذا كنا نطلع على الودائع المصرفية بهذاك الوقت، مع أنه كانت الفوائد على الليرة مرتفعة، بنلاقي أنه كان في عندنا نسبة 70% من الودائع بقيت على الدولار، وبالتالي البلد بهذا المنحة هو مدولر إلى حد ما. هلأ أكيد بده يتجه أكثر، أولا لأنه الاضطرابات تبع أسعار الصرف بالسوق بتحتم انه نروح على عمله ثابته، واثنين لانه اكيد بطل في ثقه نهائيا بالليره، وبالتالي صار حتى الموظف الصغير لما بيقبض راتبه بيحوله الى الدولار اذا امكن، وبعدين بيصرف من الدولار الى الليره لحتى يعمل مصروفه اليومي، وبالتالي اكيد هذا توجه الى الدولار، وبعد الازمه اكيد رح يضله ويكتر لانه بده وقت لحتى ترجع الثقه بالليره. هلا ما في سلبيات محدده الا يعني انت اليوم وقت كنت بنظام اقتصادي حر وكان عندك دولار ما كان عندك مشكله، لانه كان عندك مداخيل بالدولار عم تيجي من برا، وبالتالي ما في مشكله. اليوم اذا بدك تعمليها دولره شامله بمعنى التسعير بالدولار، انا برايي بالعكس ايجابيه مش سلبيه، خلي الليره موجوده لكن الاسعار وغيره لازم يكونوا بالدولار والتعامل بالدولار لتسهلي حياه الناس وتوقف الاضطرابات بالسوق اللي عم نشوفها بشكل يومي، ان كان الاجور ان كان السلع، كل هالقضايا تثبت على سعر محدد على الدولار بيتحول على الليرة، هذه بيكون أسهل بعدين. تشكل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم ما يزيد عن 60 مصرفاً أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وهي تعني تصحيح وضع هذا القطاع من خلال إعادة تنظيم المصارف مالياً وإدارياً. اليوم المصارف غير قادرة على الإقدام على هذه الخطوة على الرغم من مرور 3 سنوات على الأزمة، هل من مخطط لضرب القطاع المصرفي وبالتالي شل البلاد؟ بالحقيقة هي الموضوع هذا لأنه لا عند القطاع المصرفي ولا حتى عند مصرف لبنان، يعني هو عند الدولة اللبنانية بكلها بالتشريع والسلطة التنفيذية، هن اللي بدهم يعملوا الخطة وهن اللي بدهم يقرروا شو بدهم يعملوا. يعني بالحقيقة مصير القطاع المصرفي، مصير المودعين، مصير الاقتصاد إذا بدك بالقرار اللي بدها تاخده هذه السلطة أو هذه الدولة، إنه هي الديون اللي عليها شو كيف بتعمل فيها؟ إذا قررت إنه هذه الديون الموجودة عليها بتتعاطى معها إنه بتشطبها، معناتها شطبت المصارف وشطبت حقوق المودعين وعملت كارثة كبيرة. إذا قررت إنه لا أنا بدي رد جزء، معناتها عملت حل جزئي، بدها ترجع كل الديون معناتها عملت حل شامل للمودعين وغيرهم وحسب قدراته، وبالتالي الموضوع عند الـ عند الـ عند الدولة اللبنانية. أما اللي عم نشهده اليوم بتطورات قضائية وغيرها أكيد هذا بيسرع القضاء على القطاع المالي بلبنان، وهذا مش من مصلحة حدا. يعني لا فينا نعمل مثل ما عم تعمل القاضية غادة عون نوجه شبهة تبييض الأموال لحتى نوصل على الحسابات المصرفية، وهذه خطرة وأنا مع أنه ترفع السرية المصرفية عن كله نرتاح من هذا الموضوع، ولا فينا نعمل ازدواجية المعايير بإصدار الأحكام حكم بنقول فيه انه الشيك هو براءة ذمة، هو يعني وسيلة ابراء ذمة، ومطرح ثاني بنقول لا منه وسيلة، او هيك او هيك لازم نوحد المعايير القضائية على الاقل ليصمد القطاع المالي بانتظار الحل اذا كان في حل. في النهاية يدفع اللبنانيون ثمن عمل خطط المصارف اضافة الى هموم حياتهم اليومية، فالأزمة كبيرة، وإذا أردنا مقارنتها مع أزمات أخرى في بلدان عاشت أيضاً ما نعيشه مثل اليمن وفنزويلا والصومال، نرى أن أداء الاقتصاد في لبنان أسوأ من أداء هذه الدول أو يضاهيها في أحسن الأحوال.